بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسادات الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد بقدمه لحضراتكم النهاردة بعنوان أمور يحبها الرجل في المرأة أكثر من شكلها الخارجي. النساء بتعتمد على شكلها الخارجي تحديدا في كسب ود الرجل، ولكن ده معتقد خاطئ جدا جدا، من ضمن المعتقدات الخاطئة التي تؤمن بها المرأة. المرأة بتؤمن بأن الشكل والمظهر الخارجي لها هو الشيء الوحيد اللي ممكن يلفت نظر الرجل إليها، لكن طبعا بكده بتتغاضى عن الطبيعة المختلفة لكل رجل، لأن كل رجل يختلف عن الآخر في نظرته إلى المرأة وانجذابه إليها وأسباب الانجذاب إلى المرأة بشكل حقيقي. يعني البعض بيفضل النساء الأكثر تلقائية والأكثر عفوية من المرأة المتبرجة اللي هي بتتصنع التعامل مع الرجل يعني، لكن ده لا يعني الاهتمام نهائيا بالمظهر يعني بالنسبة للأنثى أو المرأة يعني، والاعتماد على الدعابة والفكاهة بالنسبة لها يعني. فالشكل بكل تأكيد بيلعب دور، ولكنه ليس الدور الأساسي يعني بالنسبة لإنجذاب الرجل إليها يعني، ولكن هو الشكل بيلعب دور بسيط في إنجذاب الرجل إلى المرأة، وخاصة إذا كان الشكل طبيعي وبدون تكلف وبدون تصنع يعني. في أمور كتير جدا بيحبها الرجل في المرأة أكتر من شكلها الخارجي. من ضمن هذه الأمور إن هي بتكون مستمعة جيدة. طبعا دي صفة مش كتير بنجدها في السيدات، ولكن معظم الرجال بيقدر النساء اللي هي القادرات يعني على الاستماع فقط دون إعطاء مواعظ ومحاضرات وتعليقات ونصائح بخصوص ما يمكن أن يفعله يعني الرجل. فالقدرة على الاستماع بتكون من أكتر الأمور اللي بتشعر الرجل بالدعم والرغبة في التحدث عن مشاكله وأحلامه بكل راحة. الكلام ده بيبين مدى تفهم المرأة بشكل خاص وقدرتها يعني على الصبر والتحمل. كمان حاجة تانية بيحبها الرجل عن المرأة عن شكلها الخارجي يعني، وهي العفوية. طبعا العفوية دي هي قدرة المرأة يعني على التصرف بطريقة طبيعية بعيد عن التصنع في الحركات والأقوال، وطريقة بتبتعد فيها المرأة عن التقيد يعني والتعبير عن شخصيتها بكل لطف يعني وبأسلوب غير مبتذل يعني. كمان من ضمن الحاجات اللي بيحبها الرجل يعني في المرأة غير شكلها الخارجي هو الإنجاز، إن المرأة بتنجز أعمالها بإيجابية وبسعادة، بيعطي الرجل يعني شعور إن المرأة عندها تحمس وأشياء أخرى تجعله ينجذب إليها بشكل أكبر من الشكل فقط يعني. كمان بتتمتع المرأة بأن هي تكون طاهية محترفة أو ماهرة يعني في المطبخ يعني والطبخ. المثل بيقول أن أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته يعني، زي ما الأمثال بتقول يعني. وبالتأكيد الكلام ده صحيح، لأن الراجل بيحب المرأة يعني القادرة على تقديم طعام له والتفنن والإبداع في طرق الطهي المختلفة، وده شيء نابع من التفكير التقليدي يعني بأن الطبخ جزء من كون المرأة يعني زوجة صالحة. كمان من الأشياء اللي بينجذب إليها يعني الرجل للمرأة بصرف النظر يعني عن شكلها الخارجي، إن عندها توازن وطريقة فيها ثقة في تناول الطعام أكتر مما يحتويه الطعام يعني، من إذا كان سعرات حرارية أو من أن يكون أكل لذيذ يعني أو كده. فالرجل بيعجبه دايما أن الست تكون واثقة في نفسها يعني. كمان الرجل بينجذب إلى المرأة الحقيقية اللي هي بتقدم شخصيتها الحقيقية ولا تتصنع، وتكون مبتسمة بتلقائية، وتكون بتتعامل بطريقة عادية جدا بدون التقليد يعني، وعدم اختيار كلمات معينة اللي بيقوم بيها بعض الشخصيات الضعيفة يعني. كمان الرجل بيشعر بانجذاب للمرأة اللي هي بتقدم تنازلات
يعني عن طريق التفاوض وإيجاد حلول مقبولة يعني في حالات المشاكل وبعض التنازلات، على حساب يعني أن العلاقة بينهم تكون فيها ترابط وفيها محافظة على كل واحد منهم للآخر. يعني كمان الرجل بيقبل المرأة اللي هي عندها حس الدعابة، وحس الدعابة ده عند المرأة بيختلف من أنثى لأخرى يعني حسب طبيعة كل شخصية. فالرجل بيفضل يعني المرأة اللي هي المرحة اللي عندها حس عالي من الفكاهة للحصول على روح إيجابية دايما ومشجعة وتكون بعيدة دايما عن الإحباط. كمان الرجل بيشعر يعني بالرغبة في الزوجة اللي هي القوية اللي لها القدرة على تحمل الشدائد، يعني وان هي تقدر تتحمل صعوبات الحياة بحيث يستطيع الرجل يعني الاعتماد عليها في بعض المسائل التي تحتاج يعني مساعدة المرأة للرجل. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.